السويد تتجه لتجديد العقوبات على المجرمين المراهقين. يوتوبوري ضمن قائمة أفضل مدن العالم لهذه السنة. اس موبلر ترانسفير جالاكسي بابكر أبو كاس. أهلا بكم. قدمت الحكومة السويدية اليوم مقترحات بإلغاء تخفيض العقوبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما من المتورطين بارتكاب جرائم خطيرة. ووفقا للمقترح، يجب أن يحكم على الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة بالسجن لفترات أطول، كما أنه من الممكن أيضا فرض عقوبة السجن مدى الحياة عليهم، وسيكون الحد الأدنى للعقوبة هو السجن لمدة عام واحد أو أكثر. وتضم الجرائم التي يشملها الاقتراح على سبيل المثال القتل العمد والقتل غير العمد والسرقة والاعتداء المشدد والاغتصاب وجرائم الأسلحة المشددة. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022، ويقدر أن تكلف هذه التعديلات خزينة الدولة السنوية 450 مليون كرون، خصوصا من ناحية توسيع السجون. احتجز سجينان حارسي سجن كرهائن بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقامت قوة كبيرة من الشرطة السويدية بالانتشار حول سجن هيلبي خارج مدينة إسكيلستونة. ووفقا لدائرة السجون والمراقبة السويدية، فقد تحصن النازلان في غرفة الحراسة في أحد العنابر وهما يحتجزان الحارسين. ووصفت السلطات الأمنية في المدينة الحادث بأنه خطير للغاية، مؤكدة أن مفاوضي مصلحة السجون والمراقبة السويدية موجودون في المكان. التقارير الأولية أشارت إلى أن السجينين مدانين بجرائم خطيرة. شهود عيان قالوا إن العشرات من سيارات الشرطة وخدمات الطوارئ والإسعاف انتشرت حول السجن. أعلنت هيئة الصحة العامة الإبلاغ عن وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم أمس، وبذلك يصل المجموع الكلي لوفيات الجائحة في البلاد إلى أكثر من 14,000 شخص حتى الآن، كما تم تسجيل 479 حالة إصابة جديدة منذ أمس، وبذلك يصل عدد الإصابات الكلي إلى أكثر من 1,000,000 حالة. ومن ناحية اللقاحات، تلقى حتى الآن أكثر من 6 ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل، ومن بين هؤلاء تلقى حوالي 4 ملايين شخص جرعتين، أي ما يعادل حوالي 47% من السكان البالغين. هذا وتشهد 6 محافظات سويدية حاليا زيادة في حالة الإصابة بفيروس متغير دلتا، مسيطرا بذلك على إصابات كورونا الجديدة في البلاد منذ نهاية يونيو. وقد تضاعفت معدلات الإصابة اليومية في سكونة وستوكهولم وفيسترا يوتالاند، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد 60 حالة في الأسبوع الماضي بمقاطعة أوبسالا. وفي إطار مكافحة الشرطة السويدية لجرائم الإتجار بالبشر، أعلنت الشرطة أنها استطاعت تأمين وضع 3 فتيات صغار تقل أعمارهن عن 17 عاما تحت مسؤولية الرعاية الاجتماعية، بعد أن تم العثور عليهن وهن يتسولن في شوارع أحدى مدن البلاد. وشاركت الشرطة من 3 محافظات سويدية في العملية التي استمرت أسبوعا وتعاونت فيها 18 دولة أوروبية. ووفقا لتقارير صحفية، تم اعتقال 175 شخصا في أوروبا في إطار هذه العملية، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات في السويد. جاءت مدينة يوتوبوري في قائمة أفضل دول العالم حسب تصنيف مجلة تايم الأمريكية لعام 2021. ووفق المجلة، فإن تصنيف المدينة جاء بسبب الأحداث والمعارض التي أقيمت هذا العام للاحتفال بالذكرى السنوية 400 للمدينة. وتناولت النسخة 3 من القائمة الصعوبات التي واجهتها صناعات السفر والسياحة في تلك المدن خلال الوباء،
والتي وجدت وسط ظروف غير عادية طرقاً لتحقيق التكيف والبناء والابتكار. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مدينة سويدية في قائمة هذه المجلة، على الرغم من بعض الإشارات في السنوات السابقة إلى المواقع السياحية السويدية، كما شملت القائمة العديد من مدن دول الشمال المجاورة مثل هلسنكي في فنلندا وأوسلو في النرويج. وفي أخبار الرياضة، منتخب السويد لكرة قدم سيدات يفوز على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أهداف بلا مقابل ضمن منافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكاد المنتخب الأمريكي أن يحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن حارسة منتخب السويد أحبطت تلك المحاولة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي، وأشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. أسي موبلر ترانسفير جالاكسي، بابكر أبو كاس.